طب ادام في ربنا ليه في ظلم؟ ليه في فجر؟ ليه في مرض؟ وجدت الإجابة، إن ده اسمه قانون التباين. عمرك ما هتحس بنعمة الصحة غير لما تشوف المرض. كل الأشياء اللي احنا واقعين فيها ما هي إلا اختبار. الفلوس الكتير والغناء فتنة لصاحبه، هيشكر ربنا ويتصدق ولا لا؟ والفقر برضه اختبار، هتقدر تتحمل وتشكر ربنا ولا هتكفر؟ وفهمت إن كل شيء لازم يكون فيه ضد ليه، وإن لو ما فيش شر ما فيش خير، وإن الدنيا اختبار وكل واحد حر في اختياراته.